مساء الخير لكم مشاهدينا. 26 كانون الثاني 2023 سحب كلكم ناطرينه، واصدار جديد واصدار خاص لراس السنه، وجائزه قيمتها مليارين ليره لبنانيه، كثار سحبين وراءهم وناطرين اللحظه المناسبه حتى يربحوا فيها. بالبدايه اسمحوا لي رحب بمدير اليانصيب الاستاذ رضوان غانم يلي موجود معنا بالاستوديو تيشرف على هالسحب. مسيك بالخير واهلا وسهلا فيك. مساء النور، اهلا فيك. يا هلا. قبل ما نبدا رح نقوم بدوره تجريبيه على الدواليب مع الصبايا من بيت اليتيم الدرز بعبي. رح نبدأ سوا لليلة بالإصدار الخاص لرأس السنة تاريخ 26/1/2023، والبداية رح تكون مع جوائز الغلافات يلي قيمتها 500,000 ليرة. سحبين لهالجائزة على الدواليب الثلاثة والجوائز عددها 32. السحب الأول مع الصبايا. كل غلاف بينتهي بالرقم 535 بيربح 500,000 سحب إضافي. كل غلاف بينتهي بالرقم 608 بيربح 500,000 ليرة لبنانية. من جوائز الغلافات بننتقل للجوائز العادية، وبنبدأ مع جائزة 50,000 ليرة. سحب واحد على دولاب واحد والجوائز عددها 16,000. كل ورقة بتنتهي بالرقم 7 تربح 50,000 ليرة. على دولابين هالمرة رح نشوف الرقم الرابح لجائزة 100,000 ليرة والجوائز عددها 1600. كل ورقة بتنتهي بالرقم 84 بتربح 100,000 ليرة. متابعين مع سحبين جديد لجائزة إضافية متى 200,000 ليرة لبنانية. الأرقام الرابحة بنشوفها على الدواليب الثلاثة والجوائز عددها 320. السحب الأول. كل ورقة بتنتهي بالرقم 324 بتربح 200,000 ليرة. السحب الثاني. كل ورقة بتنتهي بالرقم 889 ربحت 200,000 ليرة لبنانية. منزيد دولاب على الدواليب الثلاثة، وبصير سحوباتنا الثلاثة هالمرة على الدواليب الأربعة لجائزة 500,000 ليرة والجوائز عددها 48. السحب الأول. هيك ملا رقم. كل ورقة تنتهي بالرقم 2622 بتربح 500,000 ليرة. سحب تاني.
الأوراق اللي بتنتهي بالرقم 8371 بتربح 500,000. السحب الثالث لهالجائزة. صبايا تفضلي. لا لا، أربع دواليب صبايا، ما بدي خمسة. تفضل. نو أربع دواليب من جهة. الصبية الأخيرة لو سمحتي. أوكي. الأوراق اللي بتنتهي بالرقم 0486 بتربح 500,000 ليرة لبنانية. وصلنا لجائزة المليون ليرة، سحبين لهالجائزة. منشوف الأرقام الرابحة مع الصبايا على الدواليب الأربعة والجوائز عددها 32. جائزة المليون ليرة بأول سحب بتروح للأوراق اللي بتنتهي بالرقم 7918. سحب تاني. ستة آلاف وأربعة وعشرين هو الرقم الثاني الرابح لجائزة المليون ليرة. تابعين معكم ومنشوف هلأ الأرقام الرابحة بسحبين لجائزة المليوني ليرة والجوائز عددها 32. تفضلوا صبايا بأول سحب. تسعة آلاف وثلاثمية وخمسة وعشرين هو الرقم الرابح لجائزة المليوني ليرة لبنانية. ننتقل سوا تنشوف الأرقام الرابحة بثمان سحبات لجائزة الخمسة. عفوا، بدنا بعد نعمل فضل. سحب للمليونين، في سحبين. هيك كان أول سحب أستاذ؟ عملنا أول سحب. نعم، بعد في سحب. الرقم 9325. نعم. بعد بدنا نعمل سحب. يلا سحب ثاني، تفضل. أربعة آلاف وخمسمية وأربعين هو الرقم الرابح لجائزة المليوني ليرة بسحبنا الثاني. هلأ صار الوقت نشوف الأرقام الرابحة بالسحبات الثمانية لجائزة الخمسة مليون ليرة لبنانية، وترضية هالجائزة قيمتها 50,000 ليرة. طبعاً رح نشوف الأرقام الرابحة على الدواليب الخمسة. تفضلوا صبايا. ثلاثة وثلاثين ألف وخمسمية وخمسة أول ورقة رابحة لجائزة الخمس ملايين ليرة. سحب ثاني. ثمانية وسبعين ألف وتسعمية واثنين كمان رقم جديد رابح لجائزة الخمس ملايين ليرة. متابعين مع السحب الثالث. صفر خمسة آلاف وأربعمية واثنين وخمسين رقم جديد رابح لجائزة الخمس ملايين ليرة. السحب الرابع.
51731. منتابع مع السحب الخامس. صفر 9447 هي الورقة الخامسة الرابحة لجائزة 5 ملايين ليرة. وصلنا للسحب السادس. ٥٩١٤٨. كل الأوراق اللي بتحمل هالرقم بتربح تلقائياً 5 ملايين ليرة لبنانية. سحب سابع. ٣٦٥٢٤. ورقة جديدة رابحة، ورقم جديد لجائزة 5 ملايين ليرة. السحب الثامن والأخير لهالجائزة. ٧٦٦٠٩. الرقم الأخير الرابح بسحبنا لجائزة 5 ملايين ليرة لبنانية. وبذكر طردية هالجائزة قيمتها 50,000 ليرة. تابعين نحن وياكم بصحوباتنا لليلة بإصدار رأس السنة، الإصدار الخاص لتاريخ اليوم 26/1/2023، والجائزة الكبرى مثل ما بتعرفوا قيمتها 2 مليارين ليرة لبنانية. بذكر هالصحوبات عم بتكون تحت إشراف مدير اليانصيب الأستاذ رضوان غامم. شكرا لوجودك وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك. وصلنا نحن وياكم مشاهدين على جائزة 10 ملايين ليرة لبنانية. أربع صحوبات لهالجائزة على الدولي بالخمسة، الجوائز عددها 8، وطردية هالجائزة قيمتها 100,000 ليرة. السحب الأول. ٧٨٤٧. أول ورقة رابحة لجائزة 10 ملايين ليرة. سحب تاني. ٦٤٣٩. الرقم الثاني الرابح لجائزة 10 ملايين ليرة لبنانية. السحب الثالث ما قبل الأخير لهالجائزة. الأوراق يلي بتحمل الرقم 34562 بتربح 10 ملايين ليرة. سحب رابع وأخير. ٦١٩٠٤. كل الأوراق يلي بتحمل هالرقم تربح 10 مليون ليرة لبنانية. وبذكر طردية 10 مليون ليرة قيمتها 100,000 ليرة لبنانية. 20 مليون ليرة لبنانية هي الجائزة اللي رح نقوم بصحوباتها
هلا على الدواليب الخمسه مع الصبايا طبعا بثلاث سحوبات، الجوائز عدد سته، وتفضيله الجائزه قيمتها 200,000 ليره. اول سحب ١٢٥٣٢ هي الورقة الرابحة الأولى لجائزة ٢٠ مليون ليرة. سحب تاني. ٢٨٩٩٧ الرقم الثاني الرابح لجائزة ٢٠ مليون. السحب الثالث والأخير لهالجائزة. ٧٦٪٤٤٦ هو الرقم الرابح الأخير لجائزة ٢٠ مليون ليرة لبنانية، وطردت الجائزة بذكر فيها قيمتها 200,000 ليرة لبنانية. سحب واحد بيفصلنا عن الجائزة الكبرى الأسبوعية أو عن جائزة رأس السنة مش الأسبوعية قيمتها 2 مليار ليرة لبنانية. السحب هلا رح يكون لجائزة 50 مليون ليرة. رح نشوف سوا الرقم الرابح مع الصبايا جائزتين لهالسحب وترضية هالجائزة قيمتها 500,000 ليرة. تفضلوا صبايا. ٦٠٪٥٤٦ إذن 60,546 هو رقم الرابح لجائزة 50 مليون ليرة لبنانية، وطردت الجائزة قيمتها 500,000 ليرة. صار الوقت أنا وياكم نشوف الرقم الرابح للجائزة الكبرى لإصدار رأس السنة اللي قيمتها 2 مليار ليرة لبنانية. طبعا رح نشوف الرقم الرابح على الدواليب الخمسة بالإضافة لدولاب الفئات A أو B. نشوف سوا الرقم مع الصبايا. ٧٧ٮ٨٦٧ فئة A. إذن 47,867 فئة A. إذا كانت مباعة هالورقة بالأسواق بتنربح 2 مليار ليرة لبنانية، الجائزة الكبرى لسحب رأس السنة. 7-4-8-6-7 فئة A. الجواب مع الأستاذ رضوان غانم. هيدي الورقة غير مباعة. استاذ طبعاً مثل ما كل المشاهدين بيعرفوا بتصير قيمة الجائزة الكبرى 1 مليار ليرة. نعم، ولكن الفئة المقابلة للرقم الرابح إذا كانت بي بتربح 200 مليون ليرة، صح؟ لكن رح أرجع أذكر 47,867 فئة بي، طبعاً هيدي الورقة إذا كانت مسحوبة بالأسواق بتربح 200 مليون ليرة لبنانية، صح. اللي هي الورقة المقابلة أو الجائزة المقابلة لجائزة 2 مليار ليرة. إنما بما أنه عم نعيد السحب رح تنزل قيمة الجائزة للنص وبتصير قيمتها 1 مليار ليرة. تفضلوا صبايا. ٧٢٢٢١ فئة بي. ٧٢٢١ والفئة هي بي. إذا كانت مباعة هالورقة بالأسواق تنربح 1 مليار ليرة لبنانية، نصف قيمة الجائزة الكبرى لسحب رأس السنة. الأستاذ رضوان غانم عم بشيك على الجداول.
للأسف اضطرنا نعيد سحبنا ونزلت انت الجائزة. بدنا نقول مبروك لحامل الورقة 72211 فئة بي بيربح 1,000,000 ليرة لبنانية. مبروك، ألف مبروك. وطبعاً اللي ساحب الورقة فئة A يعني 72211 فئة A بيربح 100,000,000 ليرة لبنانية، صح أستاذ؟ ألف مبروك لكل اللي ربحوا معنا جوائز عديدة قدمنا لكم إياها لإصدار راس السنة الخاص للسنة تاريخ 26/1/2023. رح أرجع عيد عليكم الأرقام الرابحة لليلة، والبداية رح تكون مع جوائز الغلافات يلي قيمتها 500,000 ليرة لبنانية. بتروح الجائزة لكل غلاف بينتهي بالرقم 535 و608. من جوائز الغلافات مننتقل للجوائز العادية، ومنبدأ بجائزة 50,000 ليرة بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 7. جائزة 100,000 مبروك الليلة للأوراق اللي بتنتهي بالرقم 84. 200,000 ليرة بتروح للأوراق التالية 324 و889. الأوراق الرابحة لجائزة 500,000 ليرة هي على الشكل التالي 2622 8371 و0486. جائزة 1,000,000 ليرة بتروح للأوراق يلي بتنتهي بالرقم 7918 و6024. جائزة 1,000,000 ليرة بتروح للأوراق التالية 7918 كمان مرة و6024. منتابع ومنوصل لجائزة 5,000,000 ليرة لبنانية، والأرقام الرابحة هي على الشكل التالي 33,505 78,902 0-5,452 51,731. الجائزة الخامسة رقم الرابح 0-9,447 59,148 هي الجائزة السادسة. 36,524 أيضاً رقم جديد رابح. والجائزة الأخيرة بالسحب الثامن كانت للورقة اللي تنتهي بالرقم أو تحمل رقم 76,609. متابعين نحن وياكم وبنوصل لجائزة إضافية وقيمتها 10,000,000 ليرة لبنانية، وبتروح الأوراق الرابحة للأرقام التالية 78,457 64,331 34,562 و61,904. نوصل لجائزة 20,000,000 ليرة والأرقام الرابحة هي على الشكل التالي 21,532 28,997 و46,446 50,000,000 ليرة مبروك الليلة للورقة اللي بتحمل الرقم 60,546. مثل ما بتعرفوا الجائزة الكبرى لإصدار رأس السنة قيمتها 2,000,000,000 ليرة لبنانية. من بعد ما قمنا بسحبنا على الدواليب الخمسة وأشارت الدواليب للرقم 74,867 فئة A، بما أنه الورقة غير مباعة بالأسواق تلقائياً رح تنزل قيمة الجائزة، ولكن الورقة المقابلة أو الفئة المقابلة للرقم الرابح اللي هو 74,867 فئة B بيربح 200,000,000 ليرة لبنانية، وترضية هالجائزة قيمتها 1,000,000 ليرة. بما أنه عدنا السحب لليلة 2,000,000,000 بتصير قيمتها 1,000,000,000 ليرة، وبتروح للورقة اللي بتحمل الرقم 72,211 فئة B، والفئة المقابلة يعني 72,211 فئة A بتربح 100,000,000 ليرة لبنانية. ألف مبروك لكل اللي ربحوا معنا الليلة، واللي ما حلفهم الحظ رح يكون في سحب جديد ناطركم إذا الله راد. هلأ بيعلن عنه الأستاذ رضوان غانم. أمتين السحب أستاذ؟ أنا بدوري ببارك لكل اللي ربحوا معنا إصدار رأس السنة جايزة كبيرة، بس إن شاء الله الأيام تصير أحسن شاء. يعني كله ما عاد يكفي. نحن نلتقي بسحب الإصدار العادي الأول 2023 بتسعة شهر 2023، يعني بعد أسبوعين. نعم الله راد. إذا الله راد والورقة بالأسواق قيمتها قد إيه صارت؟ قيمتها صار 20,000 والجائزة 400,000,000. نعم، لكن إذا الجائزة 400,000,000 ليرة والورقة قيمتها 20,000 ليرة لبنانية، بظل هالأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي عم نمر فيها،
بعرف قد ايه صعب على المواطن اليوم حتى صار يسحب ورقه نصيب، ولكن حلو الربح شو ما كان وجربوا حظكم، لانه ما علي نصيب ما حدا ابدا خسران. الف مبروك لكل اللي ربحوا الليله اصدار راس السنه الخاص للسنه بعام 2023 قمنا فيه اليوم استثنائيا، ولكن بذكركم في سحب جديد ناطركم اذا الله راد بتسعة شباط، فما عليكم غير تكتروا اوراقكم من هلا تنرجع نلتقي. ضلوا بخير، انتبهوا لحالكم، الى اللقاء.